وزي كفن تبع الموجة. دخلت في كلاشيت؟ اي نورمال كيما اي رابر يا اخي. مانيش اول واحد انا ندخل في كلاشيت. اللي فما قلته في الكلاش الكلاش تمارسه من باب انك من باب الدفاع ولا من باب الهجوم؟ من باب الدفاع على خاطر عمري ما كنت شو الراب جيم تتقسم الزوز على شيرتين، شيرة يخدموا على رواح وشيرة يسبوا في العبيد يخدموا على رواح. بكل صراحة معني نورمال هي جيم وهي منافسة وهي ذيك الكل وذيك الكل قابلين ونحن مستنسين بيفهم. أما فما ناس تخدم أما كلاشيتك دونك يبدأ مركز هو بش يخدم، وفما ناس أخرين يجيوا يسبوا العبيد اللي يخدم بش يستقاطوا من النجاح متاع العبيد اللي قاعدة تخدم. أما فما معناتها دخلت في كلاشيت زاد مع ناس اللي زاد عندها اسم، معناتها مش ما مش نكيرات، معناتها ما مش مشكل معناتها عادي يتقابلوا لاسامي. معني الكلاشيت هي كلاشيت بالنسبه ليك انت ضغينه في الدنيا زاد كيف كيف، والا هي فقط جيم انا عمري ما نلوج على عبيد في الدنيا ولا كشخص ما جست فما ديليميت في الموسيقى، فما دي ليميت في الموسيقى، فهمت؟ كي تحب تخليها موسيقى تخليها موسيقى، كي تحب تردها معناها اكثر من الموسيقى تردها اكثر من الموسيقى. واحنا عمرنا وانا واحد من الناس عمري ما كنت نلوج على حاجه بر الموسيقى. سينو اول حاجه ما فماش وقت، معناها باش نقعدنا نتصور باش نقعدنا نلوج على بيت في الشارع ولا اول حاجه ما فماش وقت، ثاني حاجه ما فيهش حتى منفعه، معناها ما فيهش حتى ربح. انت كلاشيت هو كلاشة هبط باش نجم نقول ربحت، تغزر النومبر دو فيو، تغزر الامباك، تغزر كيزوز. ما فهميش تراك متاعي تفسخ. انا خديت بيت من الانترنت، خديت زوز بيتات من الانترنت وسجلت عليهم. يا اخي فما شكون شري البيت سجلت عليه وهبطوا فري فور نو بروفيت، معناها فري مانيش مونيتي، ما حطيتهاش مونيتيزي الموزيكا، فهمت؟ فما شكون شريه وعمل لي سترايك، نحالي الفيديو نتاعي. فرحان انه تنحى ولا ماذا بيك لو كان قاعد؟ فرحان انه تنحى ولا ماذا بيك لو كان يبقى؟ نورمال هذاك اللي كاتب، هذاك اللي صار، هذاك اللي صار.